هادي اسمعني راه خصها تدوز السلام عليكم سي بركوك. انا كنشوف هذا السلال هذا خسرت عليه الملايين ديال الفلوس وحتى نقطه ديال الماء ما فيهش. هذه من الغرائب ديال هذه المدينه. هذه البلاصه هذه حنا راه تنتواجدوا على الواد تتسمى الكورنيش. ما عمرني شفت انا شي كورنيش في مدينه ما فيها حتى قطره الماء. ها الواد شوف الواد كي داير ما فيه حتى قطره الماء. شوفوا الحاله ديال هذا الواد. وقال لك اسيدي هذا كورنيش هذا كورنيش وباش يكحلوها خسروا هنا اموال طائله على هذا الشيء. هذه المجسدات هما اللي تيجيبوا من مراكش تيمشيو تيجيبوهم ما عندهم لا بوند كوموند لهم يحزنون. ها هو الكورنيش. قال لك اسيدي شلال ها هو الشلال ما فيه تقطره الماء باش يديروا البهراجه تيجيبوا لي سيترن تيعمروا واحد البير هنا دايرينه هنايا في هذه البلاصه التحتانيه دايرين البومبا تطلع الماء وتتنزل الماء. البومبا راه ما خداماش خصهم ثاني يديروا بومبا اخرى يبرمجوا بومبا اخرى وكل مره يبرمجوا بومبات باش يطلعوا الماء وينزلوه. راه ما كاينش الماء. راه الا بغاو يديروا شلال نيت بالفعل راه من هذا الواد ياخذوا الماء في وقت الشتاء. وقت الشتاء ياخذوا الماء ويستعملوه شلال باش واخا تيضحكوا علينا بالشلال. واش هذه البلاد ديال الشلال؟ واش حنا في اوزود؟ واش حنا في شلالات اوزود؟ واش حنا في شلالات ايداو تنان؟ راه حنا ما عندناش الماء. راه قطره الماء ما كايناش. الناس تتعاني في الاقليم تتعاني من ندره الماء وتيقول لنا عندنا شلال. كان عندنا هذه البلاصه هذه هي ازرق للرحى. الرحى كان هنايا تيطخوى الماء ودايزه ساقيه. راه ما عنده الساقيه راه دايزه على طول هذا الشجر جايه من الفوق من العين من اللون اللي تيقولوا له العين من اللون العين اللي كان في هذه المدينه هذه قديما. هذاك الماء راه ممكن منه يخدموا هاد الشلال الا بغاو يخدموا. هذا اقتراح تنعطيه انا كولد المدينه. ماشي يجيبوا دي سيترن ويبداو يخسروا عليهم المازوت ويخسروا عليهم الفلوس باش يبينوا للناس المساكن اللي ما عندهم فين يمشيو. الناس عندنا في المنطقه هنا راه ما تيخرجوش 40 ما تيفوتوش 40 باش المساكن حتى هما يضحكوا عليهم ودوك الوعود الانتخابيه باش يجيو الناس يجلسوا هنا العيالات والرجال وتتعرضوا للتحرش باش يشوفوا الشلال عينيهم على الغزال وعلى الحمار وعلى الكلب وعلى هذا راه استهتار بالمدينه وبولاد المدينه. التشجير راك شتيه الشجر ما كانش كانوا داروا هنا النخل حيدوه. الصباقات لي بوند كوموند راه خص لي كور دي كونت يجي هنا. هذا نداء للسيد العامل يتحرك في هذه القضيه. راه الرئيس خاصو العزل. راه خص القانون التنظيمي يتطبق. راه اعضاء عندنا اعضاء خصهم يتنفذ عليهم القانون التنظيمي. اذا شنو اشخاص هو التفعيل ديال القانون التنظيمي. هذا شلال تقصات عليه. المقاول اللي كان شادو هرب وجاب واحد عطاش دابا هو اللي تيكمل هذا الشيء. عطاش تسالي ليه الفلوس تمشي بحاله. وهما ثاني هاد الايامات ما عرفتش تيوجدوا جابوا ثاني بدات الاشغال حركوا تاني شويه الفلوس. ها هو تاني غيخدم شويه غيوقف. راه تيديروا تيجي مقاول تياخذ الصفقه وسو تريتونس تيجي وحدين اخرين تياخذوا المارشي. المقاول ما عندوش المال ما عندوش الامكانيات وتياخذ لي مارشي بلي ريفيرونس. تتخاد لي مارشي بلي ريفيرونس السيد راه خدم هنا وخدم هنا وخدم هنا ولكن الخبره ما عندوش والماده ما عندوش. تيجيبوا العطاشه تيخدموا بهم هذا الشيء تيحسنوا باللي كاين. المجلس ديال إيمين تانوت تيحسن باللي كاين.
سي رسالة، سي رسالة بالنسبة للناس المسؤولين. الرسالة ديالي راه عينا ما نديرو رسائل، رسائل من تحت الماء، هذه غنقولها رسالة من تحت الماء للمسؤول الأول على الإقليم السيد العامل المحترم بوعبيد القراب. ولكن سي بوعبيد القراب إلي مال أونتوري، إلي مال أونتوري، الناس اللي معاه ما تيعاونوش، الناس اللي معاه راه كوارث. أنا تنقولها وكنت تنقول مسامر الميدا، المشاكل هي هاد السيد هاد المسؤول هذا خص اللي يعاونو، خص اللي ياخذ بيديه، وحتى هو خصو يتحرك. راه العامله راه ما تيخلي طاقته تيتحرك فيها، ولكن هاد المشاريع هادي راه خصو يتحرك فيها. دليل ان السيد العامل نهار واحد السيد هنا بنا هنايا، راه جا ريب ليه، كان بنا هنايا في الحوض المائي، راه ريب ليه، باش تعرف راه تيدوز هنايا العامل، تيدوز في الترحال ديالو وقت ما داز راه تيدوز من هنايا، حيت عندنا جوج قناطر، عندنا جوج قناطر هنايا، عندنا جوج قناطر، قنطره هنا وقنطره ليه. هاد التشويش هذا راه التشويش متعمد، هاد عندنا جوج قناطر، العاملين ما دازم ديك القنطره غيدوز من هادي، ومع الصدفه راه تيشوفوا هاد الفضايح هادي. اذا نخص السيد العامل الله يخليك بركه بركه، راه ايمينتانو تتعاني، راه الاقليم كامل فيه مشاكل، ولكن المشاكل ديال ايمينتانو راه عويصه، وايمينتانو عصيه على المفسدين، ما حد فيها نيات حسنه، والله العظيم ما مفكينش، ما مفكينش مع هذا المجلس، ما مفكينش مع رموز الفساد، ما مفكينش مع المبدعين، اي مبدع هنايا فوق الشوايه. شكرا، اذا كان مبدعين اخرين بزاف. هذاك راه مقاول، هذاك تيشوف اللي داز هذا راه بالعالي باش يرجع. اش يدير هنايا سيد؟ راه الطوموبيل ديالو باينه. شوف عندنا العود، عندنا الكلب، عندنا الكلب.